السكند يورو بيقول ما فيش افشنسي 100%. طب الكفيك كام؟ محمود قال لي 40 40%. هذا الراجل يعني كتر خير 40. في واحد تاني يقول 60%. في بقى واحد يقول لك لا ده انا مش هقبل اقل من 80%. مش كل الكلام ده غلط. امال اصنع. في واحد اسمه كارن قال لك انا هعمل سايكل السايكل دي الافشنسي بتاعتها تديك اعلى افشنسي ممكن اي حد يفكر انه يوصلها انه يوصلها او انه ما يقدرش يعلي عنها. ليه يا كارن؟ قال لك لانه السايكل بتاعتي اللوسز اللي فيها حللها توني مينيمم. ازاي هتقللها؟ قال لك هعمل السايكل دي عباره عن مجموعه بروسيسز كل بروسيس فيها ريفرسبل. يعني ايه ريفرسبل؟ لو انا عندي بيستون سلندر ديفايس وعملت كومبريشن بروسيس من واحد ايه اللي حصل؟ الفوليوم قل ان انا بدات من هنا وصلت هنا. افرض ان هنا في اير فانا ضغطت من واحد لغايه اثنين اديته ورك. المساحه تحت المنحنى ده يبقى ده الورك اللي انا ايه؟ اللي انا بدي. يبقى ده الورك ايه؟ اللي انا بديه من واحد لاثنين وده بالايه؟ النيجاتيف. اللي عندي هنا بقى فيه ايه؟ هو مضغوط. خلاص؟ الفرصة اللي انا بوصل هنا شيلها. فاصبح الهواء الموجود هيعمل ايه؟ هيزق البيستون يرجع. لو البيستون رجع من اثنين لواحد واداني ورك زي الورك اللي انا اديته له من واحد لاثنين يبقى البروسيس اسمها ريفرسبل. اسمها ايه؟ ليه؟ لان انا اديته ورك هو اداني نفس الورك. هو اداني ايه؟ يبقى مفيش حاجه اتغيرت. مفيش حاجه السراوندنج اتاثر بيها. انا اديته الورك هو اداني نفس الورك. طب ده يحصل امتى؟ ده يحصل لو مفيش فريكشن بين البيستون والسلام. لكن في الاكشوال بروسيس لازم هيبقى في فريكشن بين البيستون والسلام. مش كده؟ اه. يبقى اذا البروسيس لما تبقى ريفرسبل امتى؟ لو ان انا اديت ورك او حراره للسيستم لما عملت ريفرس للبروسيس هو اداني نفس الورك الحراره اللي انا اديتهم ويبقى في ايه؟ ما حصلش ان السراوند بيتاثر بحاجه لا زاد ولا قل. لا زاد ولا ايه؟ ولا دي اسمها ريفرسبل بروسيس. فكارنوت قال لك انا هعمل سايكل كلها ريفرسبل بروسيس. السايكل دي اي سايكل هيت انجن انا بدي حراره يديني ورك. مش كده؟ مش اي هيت انجن سايكل هو ايه؟ ان انا اديله حراره يديني ورك. طيب يبقى اذا انا بدي حراره في حراره في ورك. امتى بقى يحصل الريفرسبيلتي؟ ايه اللي هي دي الريفرسبيلتي؟ ان يبقى البروسيس مش ريفرسبل. يبقى السايكل مكونة من الريفرسبل بروسيسز. لو حصل حاجة من ثلاثة، لو حصل فريكشن في الحالة دي البروسيس تبقى ايه؟ ريفرسبل. مش كده؟ يعني انت لو عندك سرنجة بيستون سلندر ودوست في فريكشن وانت بتدوس علشان تضغط الهواء، لما الهواء يرجع تاني البيستون الوضع الاولاني مش هيرجعه للوضع الاولاني. ليه؟ لان هيبقى في فريكشن اثناء ما الهواء هو اللي بيضغط. يبقى اذا في فريكشن في الرايه وفريكشن في الجاي. اذا الورك اللي انت بتديه عشان يعمل حاجتين، يتغلب على الفريكشن ويضغط الهواء. طب الورك اللي الهواء بيديه عشان حاجتين، عشان يعمل ورك على البيستون ويتغلب كمان على الفريكشن اللي بين البيستون والسلندر. يبقى الفريكشن ده ما اقدرش ان انا اعوضه او ما اقدرش ان انا ارجعه.
لان الفريكشن ده بيتحول لحراره، بيتحول ما يقدرش يعمل فيه حاجه. خلاص؟ اذا اول سبب يغلي البروسيس الريفرسبل هو مين؟ الفريكشن. تاني حاجه ان انا لو عملت انتقال حراره مع وجود فرق في درجه الحراره، وطبيعي انتقال الحراره لازم يبقى ايه؟ في فرق في درجه الحراره. يعني انا عندي كوبايه الشاي السخنه دي درجه حرارتها اعلى من السراميك، هتفقد حراره منها للسراميك. خلاص؟ ده اجراء ريفرسبل نيفر. ليه؟ هل اقدر الحراره اللي السراميك خدها دي اقول له رجعها لي بقى؟ مش كده؟ طب امال امتى انتقال الحراره يبقى ريفرسبل؟ زي ما بيحصل في ان انا ادي حراره للساتيوريتد ليكويد عشان يتحول للساتيوريتد ليكويد. اثناء البروسيس دي درجه الحراره بتاعت الميه ايه؟ ثابته. عمليه تحول من ساتيوريتد ليكويد لساتيوريتد ليبر بتتم ات كونستنت تمبريتشر ات كونستنت بريشر، بس انا اللي يهمني ات كونستنت تمبريتشر كده. نفس الحراره دي لو سحبتها عند نفس التمبريتشر دي هيتحول الساتيوريتد ليبر لساتيوريتد ايه؟ يبقى انتقال الحراره لو تم ات كونستنت تمبريتشر يبقى ده ريفرسبل ايه؟ بروسيس. ده ريفرسبل ايه؟ بروسيس. الحاجه الثالثه حاجه اسمها نان كوازي ايكوليبر. يعني ايه؟ اثناء البروسيس الهواء اللي جوه هنا الضغط من المنطقه دي لغايه السلندر هاد متساوي كوازي ايكوليبريم. يعني ايه كوازي ايكوليبريم؟ اصل لو الضغط هنا اعلى من هنا يبقى في فلو اوف اير هيحصل من هنا لهنا. طب درجه الحراره هنا زي هنا عشان تبقى كوازي ايكوليبريم؟ لا. يبقى اذا لو درجه الحراره هنا مختلفه عن هنا هيبقى ايه؟ هيبقى في انتقال حراره مش في فرق درجه الحراره. يبقى الكوازي ايكوليبريم يعني ايه؟ يعني لا في انتقال للماده نتيجه فرق الضغط ولا في انتقال للحراره نتيجه فرق درجه الحراره. يعني الاوضه دي تبقى كوازي ايكوليبريم امتى؟ لو درجه الحراره في الركن اللي هناك تساوي درجه الحراره هنا. لان لو درجه الحراره هناك اختلفت عن هنا هتنتقل الحراره من هناك لهنا. يبقى في بروسس بتحصل. يبقى دي في اوريدي بروسس انتقال حراره بتحصل مش كده؟ يبقى الثلاث حاجات اللي بتعمل لي الريفرسبيلتي هم عباره عن ايه؟ ها؟ فريكشن انتقال حراره ات ديفرنت فريكشن و نون كوازي ايكوليبريم. ان ما يبقاش فيه البروبرتيز متساويه في السراوندنج كله او في السيستم كله. خلاص؟ بس كارنوت قال لك انا هعمل لك بقى سايكل كل البروسيسز بتاعتها ريفرسبل. ازاي يا كارنوت؟ قال لك بص لو انا عندي هنا على البي في ده هعمل اربعة بروسيسز والاربعة بروسيسز بيكونوا سايكل. هعمل اولا ايزوثيرمال اكستنشن من واحد لاثنين. واي اكسبانشن لازم درجه الحراره هتقل لان الملكيوز بتبعد عن بعضها. طب عشان اخلي درجه الحراره ما تقلش اسف عشان اخلي ايزوثيرمال بروسيس يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى لازم ادي حراره. يبقى ده كيو فالجي